يعطيكم العافية. معكم زميلكم حسام الحوراني من كلية طب الأسنان. راح أكمل معكم شرح آخر محاضرتين من مادة الفيسيو 2 للدكتور فيصل محمد، اللي هم راح يكونوا عن البيزال جانجليا وعن الكورتكس، اللي هم آخر جزئين من الموتور سيستم. الشرح راح يكون إن شاء الله عن شيتات دفعة 017. راح نحط لكم اللينك تبع الموقع تبعهم في الديسكريبشن. وخلينا نبلش. بسم الله. البيزال جانجليا زي ما حكينا هم جزء من الموتور سيستم. بحكي لنا في بينهم شبه هم ومع السيربيلم. البيزال جانجليا بيشبه السيربيلم من اي ناحيه؟ من ناحيه انه الاثنين البيزال جانجليا والسيربيلم ما بنزل منهم داونورد فايبرز او ديسندنج فايبرز، يعني ما في فايبرز نازله من البيزال جانجليا للسباينال كورد مثلا، كل الفايبرز من تحت بتطلع فوق للبيزال جانجليا upwards only، ما في descending fibers كله ascending. بحكي لنا انه البيزال جانجليا connected to the motor part of the thalamus. الموتور بارت اوف ذا thalamus اللي هم VA VL ventro anterior ventro lateral، هاي الكلمة غلط عدلوها. وكمان البيزال جانجليا متصلة بالسنسوري بارت للثالاموس اللي هم الفنترو بوستيريو لاترال والفنترو بوستيريو ميديال. نيجي للاناتومي تبعت البيزال جانجليا. زي ما حكينا البيزال جانجليا هم عبارة عن نيوكلياي، فور نيوكلياي. اول واحد الكوربس سترياتم، كوربس سترياتم مكونة من كواديت وبيوتامين. يمكن الاسماء شوي صعب عليكم بس لقدام راح نيجي لوظيفة كل نيوكليس منهم. هدول كوربس ترياتم، كواديت، بيوتامين، جلوبس باليدس، سبستانشيا نيجرا، سب ثرموس. الصور هدول كروس سكشن للدماغ، ببين عنا الثرموس، ببين عنا البيزال جانجليا، ببين عنا اللينتيفورم. اللينتيفورم هي إلها دخل بال يعني بتشتغل مع البيزال جانجليا، هي مش واحدة منهم بس بتشتغل معهم. كواديت وبيوتامين اللي هم الكوربس ترياتم سميناهم. الثالاموس you can see how the striatum is very close to the thalamus. تمام. بحكي لنا الكواديت اللي هي حكينا جزء من الكوربس ترياتم، لها هيد وتيل. التيل تبع هاي الكواديت مرتبط بشيء اسمه الاميجدلا. الاميجدلا هاي جزء من الليمبك سيستم. الليمبك سيستم حكينا عنه بالمحاضرات الماضية، له دخل بالايموشنز الانفعالات بشكل عام. فهذا بيعني انه نستنتج منه انه البيزال جانجليا لهم دخل بالوظيفة هاي. اذا الكواديت الى هيد وتيل، التيل مرتبط بالاميجدالا اللي هي جزء من الليمبك سيستم. وي سيد ذات ذا مينينج فلينتي فورم، معناها الكلمة هاي اللي معناها عدس مش اشي مهم. طيب هون في كروس سكشن للدماغ، بنلاحظ منه انه الثالاموس جاي ميديالي للبيزال جانجليا. هاي الكواديت، هاي البيوتامين، هاي الجلوبس باليدس. حكينا هون انه الثالاموس زي ما حكينا comes medially to the basal ganglia. الكوربس ترياتم حكينا معناها بيوتامين زائد كواديت. and you can see بحكينا في الصورة الانترنال كابسول. الانترنال كابسول هو مكان في مكان ما بتطلع الاسندنج فايبرز وبتنزل الديسندنج فايبرز from the brain or to the brain، يعني مكان كثير مهم هذا المكان. internal capsule هيها إلها anterior limb ولها posterior limb ولها إيش اسمه الجينو زي الكتف هيك عامل هيو هذا زي الكتف هذا. ال anterior limb هو مكان ما sensory fibers بمر. anterior limb the internal capsule هو مكان ما sensory fibers بمر. الموتور fibers بمر بال posterior limb. في منطقة الجينو هاي بمر منها pathway او fibers اسمهم كورتيكو بلبر تراكت او كورتيكو بلبر fibers. هدول بربطوا الكورتكس بالكرينيال نيرفز. تمام كمل. زي ما حكينا هي بحكينا هون انه البيزال جانجليا is very important all fibers pass close to it لانه موقعهم جاي قريب من الانترنال كبسول. حكينا عن اهميه الانترنال كبسول انه anterior limb بمروا فيه sensory fibers posterior limb motor fibers والجين والكورتيكو بلبل fibers. بحكي لنا اذا اي هيموريج صار بالانترنال كبسول التاثير تبعه او النتيجه تبعت هذا الهيموريج او هذا الكت بكون as if you are doing a lesion in the cerebral cortex،
يعني كثير مهمة منطقة الانترنال كابسول. بصير في عندنا في حالة صار في هيموريج فيها أو كت للفايبرز تبعونها، السيمتومز بيكون كونترا لاترال، يعني بنخسر السنسيشنز على الجهة المعاكسة، وبنخسر الموتور فانكشن برضو على ال، بصير في باراليسيز وهيموبليجيا، نخسر زي ما حكينا كونترا لاترال، لأنه زي ما بنعرف إنه الكورتكس اليمين بتتحكم بالجزء الشمال من الدماغ، والكورتكس الشمال بتتحكم بالجزء اليمين في الدماغ، هذا من ناحية موتور سيستم. والكورتكس اليمين بتستقبل السنسيشنز من الجزء الشمال من الدماغ والعكس، عشان هيك هون حكينا كونترا لاترال بصير السيمبتومز بتبين، بس بنخسر سنسيشنز ونخسر موتور فانكشن كمان. رح نيجي لموضوع مهم في جزء البيزل جانجليا، انه نحكي عن الافرنس والافرنس تو ميك ا سيركت. يعني البيزل جانجليا هدول بيجيهم فايبرز من تحت لفوق اللي هم افرنس، بيجيبوا لهم معلومات عن وضعية الجسم، ومن البيزل جانجليا بينزل فايبرز. طب هذا مش، هاي المعلومة ما بدنا نحكي انها متناقضة مع الجزء اللي حكيناه هون، انه البيزن جانجليا والله ما في منهم ديسندنج فايبرز. الفكرة من الافرنت انه مش نازلين للسباينال كورد، يعني مش والله من البيزن جانجليا للسباينال كورد ونأثر على مسلز معينة في السباينال كورد، لا، الافرنت معناها هدول حاملين تأثير معين، بس مش موتور فانكشن، حاملين تأثير معين لجزء، يعني بيودوا من البيزن جانجليا لجزء موجود فوق برضو حوالين الكورتكس، يعني حوالين البيزن جانجليا سيربيلم والمناطق هاي، ما بننزل من البيزن جانجليا للسباينال كورد، فما نلخبط بين المعلومتين. المهم نعرف انه في افرنس وفي افرنس، في افرنس جاي من تحت للبيزن جانجليا تزودها بمعلومات عن الجسم، وفي افرنس اللي هي الفايبرز بدهم يحملوا استجابة معينة بتقررها البيزن جانجليا عشان حسب المعلومات اللي وصلتها من تحت. وهدول الفايبرز الافرنت من البيزن جانجليا لمناطق فوق، ما بننزل تحت للسباينال كورد. بحكي لنا المين افرنس اللي بيجوا للبيزن جانجليا جايين من الكورتكس، من السريبرال كورتكس، يعني هي اكثر جزء تستقبل منه البيزن جانجليا معلومات. ليش حكينا سيركت؟ لانه كانه ماشيين في دائره، احنا زي برضو لما حكينا عن السيربيلم، السيربيلم برضو له افرنس وله افرنت. Just like the cerebellum, there is a circuit for the basal ganglia. طيب نكمل عن السيركتس تبعت البيزن جانجليا. هذا الجدول مأخوذ من السلايدات، الدكتور فيصل محمد كان يشرح الموجود بالسلايدات بلغته بطريقة أسهل، فلو نمشي على الحكي بيكون أسهل. تمام، بحكي لنا هون ان most of the afferents go to the striatum، الكوربا striatum اللي هو حكينا متكون من بيوتامين وكوديت، حكينا most of the afferents برضو جايين من الكورتكس، بس اغلبهم برضو بروحوا على الكوربا striatum. الكوربا striatum هي واحدة من النيوكلياي تبعت البيزن جانجليا. بحكينا also they go to the same place اللي هي الكوربا striatum، but the circuit of the caudate differs than the circuit of putamen functionally. يعني مش والله نحكي انهم الثنتين راحوا للكوربا striatum معناها بدهم يعملوا نفس الشيء، لا، الجزء اللي رايح على البيوتامين تحديدا له وظيفة معينة، والجزء اللي رايح على الكواديت تحديدا له وظيفة معينة. Afferents going to corpus striatum, putamen and caudate comes from، حكينا اول مصدر للأفرنت هدول جاي من الكورتكس، الكورتكس حكينا اكبر مصدر بيجي منه افرنت فايبرز للبيزن جانجليا وتحديدا للكوربا ستريتم اللي هي بيوتامين وكوديت. عشان نميزه عن باقي الافرنت فايبرز سمينا هذا الباثوي، او سمينا هاي الوصلة بين الكورتكس وبين الكوربا ستريتم، سميناها كورتيكو ستريتم، كورتيكو كوادل فروم كوديت اند كورتيكو بيوتامين. يعني التسميات هاي عشان نميز الفايبرز والله هدول انهم جايات من الكورتكس، جزء كورتيكو هاي، للكوربا ستريتم، للبيوتامين او كوديت. وكمان البيوتامين الكوديت بيجيهم افرنت فايبرز من السبستانشيا نيجرا. هسه ما بدنا نتلخبط هون، السبستانشيا نيجرا هي برضو جزء زي ما حكينا من البيزل جانجليا،
بس عادي يعني ما في مشكلة انه والله تكون عم تعطي افرنت فايبرز، يعني هم البيزن جانجليا مربوطات بين بعض، ممكن والله جزء من البيزن النيوكليوس هاي من البيزن جانجليا تودي افرنت فايبرز لنيوكليوس تاني، فبرضه يعني بتنحسب كأنها افرنت فايبرز. ما نفهم انه الافرنت فايبرز والله يعني لازم تيجي من مصدر برا، لا عادي. فبرضه الكوربس ريتم هدول بيجيهم افرنت فايبرز من السبستانشيا نايجرا، هاي مكونة من تو بارتس بنسميها سبستانشيا نايجرا كومباكتا وسبستانشيا نايجرا ريتيكولات. ثالث مصدر للأفرنت فايبرز اللي بيروح للكوربس ستريتم جاي من السنتروميديال بارت اوف ذا ثالامس. وفي أفرنتس على الهامش هون، في أفرنتس بروحوا من السبثالاميك نيوكليوس تو ذا جلوبس باريدس. لو نيجي هون برضو سبثالاميك نيوكليوس هيها، وهي الجلوبس باليدس برضو، احنا بنحكي هون عن مكونات من البيزن جانجليا، فيعني ما في مشكلة انهم يكونوا مربوطات في بعض ويودوا افرنت فايبرز لبعض. اذا من الكورتكس للكوربس تريتم، سبستانشيا نايجرا للكوربس تريتم، سنتروبيديال بارت اوف ذا ثالامس للكوربس تريتم اللي هم البيوتامين كواديت، طبعا خلص الكوربس تريتم يعني بيوتامين كواديت، ومن السبثالاميك نيوكليوس للجلوبس باليدس. طيب احنا هيك حكينا عن الافرنس اللي هو اول جزء من السيركت، الجزء الثاني اللي هم الافرنس. عشان نعمل سيركت كاملة بحكي لك، في الافرنس بترجع من البيوتامين الكوديت للجلوبس باليدس، تمام؟ هي في ما حكى عنها الدكتور، بس في من ال في من الجلوبس باليدس بروحوا على البيوتامين الكوديت برضو، تمام؟ فعشان تكمل السيركت بترجع من البيوتامين الكوديت للجلوبس باليدس، وفي فايبرز بترجع من البيوتامين كوديت للسبستانشيا نايجرا ريتيكولاريس، في من جلوبس باليدس تو سبثالاميك نيوكليوس، في من جلوبس باليدس تو فينترو انتيريور وفينترو لاترال نيوكليا اوف ذا ثالامس اللي هم حكينا هذول الموتور بارت اوف ذا ثالامس. نيجي لتبسيط الدكتور انه بحكينا هون from the caudate and putamen efferents go to the globus pallidus بعدين to the thalamus then to the cortex. يعني مش حكينا اول شيء هون انه الكورتكس بتودي للكوربس تريتم من البيوتامين كوديت، طريق الرجعه مش جاي دايركت من البيوتامين كوديت، تمام؟ نمشي من البيوتامين كوديت بنروح على جلوبس باليدس على الثالامس بعدين على الكورتكس، هيك بتكون عندنا كملت السيركت. يعني من الكورتكس في افرنس بروحوا على الكوربس تريتم، بعدين الافرنس بنطلع بيوتامين كوديت نطلع على الثالامس بعدين بنرجع للكورتكس، هيك بنكون كملنا سيركت كاملة. هي first circuit is like this cortex to caudate and putamen، بعدين من هدول بيطلعوا الافرنس caudate putamen للجلوبس باليدس، فيها برضو هاي جزئين الجلوبس باليدس internus و externus، بعدين بنروح للثالامس تحديدا الموتور بارت للثالامس اللي هي ventro anterior ventro lateral، بعدين للكورتكس. and by this the circuit is completed. تاني سيركت from the substantia nigra compacta، تحديدا الجزء هذا ما الخربط بين compacta و reticulata، بين substantia nigra compacta to the caudate and putamen to the substantia nigra reticulata. نرجع هون حكينا في افرنس جايات من substantia nigra للcorpus striatum اللي هم البيوتامين الكوديت، substantia nigra حكينا جزئين reticulata و compacta reticularis و compacta، تمام؟ هسا الجزء اللي بعطي افرنس للكوربس تريتم اسمه سبستانشيا نيجرا كومباكتا، بتودي افرنس للكواديت وبيوتامين اللي هم للكوربس تريتم، بعدين الافرنس بيطلع من هدول بروح على السبستانشيا نيجرا بس مش على الكومباكتا على الريتيكولاتا. هيك بنكون كملنا ثاني سيركت. وبيحكي لنا فيه كمان فايبرز بروحوا من السبثالاميك نيوكليوس تو ذا جلوبس باليدس، حكينا عنهم هون هدول subthalamic nucleus to the globus pallidus، هدول افرنس، اذا بده يكون في افرنت بالعكس من الجلوبس بالدس to the subthalamic nucleus because we want the circuit to be completed. So again we say that the afferents come to the basal ganglia caudate putamen from the cortex substantia nigra compacta، بالتحديد اللي بيجيب الافرنس للكوديت وبيوتامين سبستانشيا نيجرا كومباكتا، واللي باخذ منها الافرنس اللي هي سبستانشيا نيجرا ريتيكولاتا.
السبثلامك نيوكليس حكينا متودع جلوبوس باليدس، وبيجي كمان للكوديت بيوتامين حكينا من السنتروميديال بارت اوف الثالاموس. طيب نكمل. بحكي لنا هون we talked before about the raphe magnus nucleus. هاي النيوكليوس تحديدا إلها، انذكرت قبل بالمحاضرات الماضية، إلها وظيفة بتتعلق بالبين سبريشن، تخفيف الألم، تمام، أو تثبيت الألم. You can find it with the afferents here. ليش حكى عنها الدكتور؟ لأنه بالسلايدات كانت مذكورة إنه في afferent fibers تيجي من الرافي ماجنس للبيوتامين أكوديت، وبالعكس طبعا الإفرنس بتكونه. فبرضو من هون، من هاي النقطة بنستدل إنه والله البيزل جانجليا إلهم دخل بالبين سبريشن، طالما جايهم افرنس وطالع منهم افرنس للرفيع ماجنس نيوكليس، هاي معناها إلهم دخل بالبين سبريشن. We can say that putamen and quadate have something to do with the behavioral and cognitive function. The cognitive function of the brain يعني ال behavior تبع ال person، أو زي ما بحكي هون هي هال related to thoughts. How you make ideas and how your behavior is. البيوتامين وكوديت بحكينا إلهم دخل بالcognitive function تبعت البرين هاي. حكينا because we also said that if the raphe magnus sends afferents to the reticular formation of the limbic system, it has the effective emotional part of the pain. يعني بشكل عام انه الرافي ماجنس نيوكليس هاي اللي له دخل بالبين سبريشن، طالما بعتت فايبرز، وانا بحكي لنا عن امثله ثانيه شرحت قبل، انه والله طالما من اذا من الرافي ماجنس لاحظت للليمبيك سيستم، معناها هيك بنتحكم قاعدين بالجزء الايموشنال تبع البين. رافي ماجنس بين ليمبيك سيستم ايموشنز، معناها اذا ربطوا مع بعض بنكون نتحكم في الجزء الايموشنال تبع البين. وانا بحكي هيك عشان نربط انه والله طالما في افرنت فايبرز جاي من الرافي ماجنس للبيزن جانجليا، معناها انه وظيفتهم مرتبطات ببعض، او الجزء يعني في جزء مرتبط بالوظيفة الرافي ماجنس وجزء بوظائف البيزن جانجليا مرتبطين مع بعض. حكينا البيزن جانجليا has two types of circuits، كوديت وبيوتامين سيركت. حكينا انه مش والله اذا الافرنت فايبرز رايحة للكوربس ترايتم كاملة معناها نحكي والله انه إلهم نفس الوظيفة التنتين، لا، في جزء كوديت في جزء بيوتامين، ما نخلقوا تنتين على هيك عبثا. يعني بحكي لنا الأفرنس اللي بتروح للبيوتامين إلها دخل بالموتور موفمنتس، بس موتور موفمنتس سواء برايمري أو يعني بوصلها من برايمري موتور أرياز أو بري موتور أرياز، بس المهم إنه البيوتامين دائما إلها دخل بالموتور موفمنتس أونلي. بينما الكوديت الافرنت فايبرز اللي بتجيها من different areas، من sensory areas، من secondary association areas، يعني مش شرط انه بس موتور زي البيوتامين. وكمان من الاريز اللي حكينا عنها فوق اللي هي have something to do with the cognitive function of the brain، thoughts، ideas، behavior، اللي هي واحدة منهم رافي ماجنس. يعني رافي ماجنس نيوكلس بنقدر نحكي انه الافرنت فايبرز تبعتها بتروح على الكواديت ما بتروح على البيتامين. هاي هون بالرسمة هاي موضح البيتامين سيركت، انه بحكينا موستلي الفايبرز اللي بتجيها من بري موتور سبليمنتر موتور ارياز، برايمري موتور ارياز وبري موتور ارياز من الكورتكس، بتروح للبيتامين، بعدين زي ما حكينا بترجع للكورتكس، بترجع للجلوبوس باليدس ثالاموس بعدين كورتكس. في الرسمة بنقدر نحكي، بحكي لنا السيركت 1 حكينا كورتكس بيوتامين جلوبوس باليدس ثالاموس، نرجع للكورتكس، بعدين السيركت 2 اللي هي سبستانشيا ناجرا كومباكتا، نرجع للكواديت بيوتامين، بعدين سبستانشيا ناجرا ريتيكولات. السيركت الثالث اللي هي من السبثلاميك نيوكليوس نروح للجلوبوس باليدس، وبالعكس نفنس بكور. هاي هون الكواديت سيركت موضحها. الكوديت extends into all lobes of the cortex and receives a large input from association areas of the cortex. يعني مش زي بس مش زي البيوتامين بس من motor areas. بحكي لنا يعني بتمتد لل جايها fibers من تقريبا من all lobes تبعت ال cortex. يعني
mostly projects to globus pallidus, no fibers to subthermis. يعني بحكي لنا من الكواديت اغلب الفايبرز بروحوا على الجلوبس بالدس، وكان من الجلوبس بالدس الثلمس، بعدين بنرجع للكورتكس. most motor actions occur as a result of sequence of thoughts. quadrate circuit may play a role in cognitive control of motor functions. برضو مرة ثانية برجع بعيد انه الكواديت نيوكليس إلها جزء بالكوجنيتيف فانكشن تبعت البرين، اللي هي إلها دخل بالثوتس بالبيهيفير، كيف بنفكر قبل ما نعمل الحركة المعينة. You can notice that the quadrate receives from other areas like the occipital area. occipital lobe اللي هي جاي ورا هون للفيجن. temporal area تبعت الهيرينج. prefrontal area. premotor area. supplemental motor area. يعني الفكرة انه برضو بوصلها من الموتور، من الموتور بارتس تبعت الكورتكس. بس شو بتفرق عن البيتامين؟ البيتامين بس من الموتور بارتس، هاي بتوصلها من الموتور بارتس ومن مناطق تانية لها دخل بالسنسيشن زي ما بنحكي هون، هاي occipital lobe. temporal lobe وبوصلها برضو من الموتور areas في الكورتكس، بروح للكواديت، بعدين من الكواديت بنرد نرجع للكورتكس برضو بالسيركت اللي حكينا عنها. here there are programs for control, especially programs for complex movements that have a behavioral function. برضو برجع بذكر كلمة behavior. not like the cerebellum programs that are writing and driving. السيربيلم في جزء السيربيلم في محاضرة السيربيلم شرح عنه انه والله السيربيلم في programs ل complex motor functions زي الرايتنج زي الدرايفنج، زي يعني بيكون في sequencing، بيكون في contraction relaxation للعضلات معينة بطريقة مرتبة، يعني في الدماغ تكون مخبي على شكل برنامج مخبي اسف بالسيربيلم. هون جزء البيهيفير، جزء البيهيفير المرتبط بالموتور فانكشن يكون موجود في البيزل جانجليا. هاي بحكينا for example when you see a lion you are thinking that it is very dangerous and that you want to run away. but how to run away? you need the complex movements to run away. يعني بحكينا هون بتيجي وظيفة البيزل جانجليا، يعني والله شفت اشي مصدر خطر، ببلش عقلك يفكر والله انه كيف راح اهرب انا، من وين، شو السرعة المناسبة اللي بدي اركض فيها. فهاي هي الجزء البيهيفيرال بارت من وظائف البيزل جانجليا. هون بنلخص الوظائف تبعتهم تبعت البيزل جانجليا. اول وظيفة control of complex patterns of motor activity. writing using scissors, throwing balls الى اخره. يعني برضه هنا تتشابه بهاي النقطة مع السيربلوم. كنت نحس في شوية تناقض هون، الدكتور كان يعني هذا تقريبا حكي سلايدات، الدكتور كان يعني مرات لما يبسط يحكي شغلات هي تبين متناقضة. يعني المهم نفهم انه السيربيلم يعني بس في وضع، بس في بروجرامز للكومبلكس موتور فانكشنز هدول، رايتنج درايفنج، يعني اكثر من شغله. القصد من هاي الجمله كان انه يوضح لنا انه البيزن جانجليا كثير مرتبطه بجزء البيهيفير، بس انه يعني هي هون برضو بحكينا فيها برضو كومبلكس باترنز اوف موتور اكتيفيتي زي الرايتنج، زي استخدام المقصات لما ترمي طابه مثلا. not much is known about the specific functions of each of these structures. يعني البيزا جانجليا هم اصلا اربع نيوكلياي، وفي الكوربس ترياتم حكينا هي مكونة من بيوتامين وكواديت وغير الباقي نيوكلياي وغير الستركتشرز الموجودة حواليهم. فمش بحكينا لحد الان مش كلهم اكتشفوا الفانكشنز تبعونهم. thought to function in timing and scaling of motion and in the initiation of motion. هاي الجملة من السلايدات بتكون انه البيزن جانجليا لها دخل بال initiation of motion، هي مرحلة التفكير، بفكر والله انا كيف بدي اعمل الموتور فانكشن معين. scaling of motion timing. most information comes from the result of damage to this structure and the resulting clinical abnormality. طيب هون بحكي لنا we said that in the neural system we damage the area with a certain function. يعني
حكينا هون كيف اكتشفوا وظائف كل جزء من البيزن جانجليا، انهم عملوا دمج لهذا الجزء. لما يعملوا كت مثلا فيه او يسببوا هيموريج فيه او غض النظر، يعني انهم يخربوه بطريقه معينه، بيشوفوا ايش الابنورماليتي اللي صارت وبحدد والله انا لما خربت هذا الجزء السبستانشيا ناجرا صار عندي تريمر، صار عندي رعشه مثلا، بحكي والله انه السبستانشيا ناجرا هاي لها دخل بالجزء هذا، معناها وظيفتها هيك هيك. فمن هاي الطريقه بهاي الطريقه يعني اكتشفوا الوظائف او وظيفه كل جزء من البيزن جانجليا. هاي هون بحكي لنا ان ذا بيزن جانجليا وي اوسو كير اباوت ذا انيشيشن اوف موفمنت. حكينا برضو موضوع مهم هذا، انه how do we know the initiation of movement starts from this area، يعني كيف عرفوا. We have to record electrical potential before the movement starts. If we can't do this, then we can say the movement might be starting from here. يعني بشوفوا ال electrical potential في منطقة معينة في ال basal ganglia، تمام. لو زادت مع بداية الحركة والله بيحكوا إنه initiation of movement صار هون، والله من هون بلش ال action potential الأول. تمام، بحكي لنا هون انه البيزن جانجليا مش ما اكدوا انه والله هم المكان اللي بالتحديد يعني بتبدا منه الحركه، كنا سم ساي اتس فروم ذا كورتكس اند سو اون، مش اشي يعني نهتم له، بس ان نعرف انه معلومه كثير مهمه انه البيزن جانجليا لهم دخل بالبيجينينج اوف ذا موفمنت انيشيشن. يعني لو كان في عندنا دمج بالبيزن جانجليا ذير ويل بي ابنورمال انيشيشن، بصير سلو، ومنسمي هذا المرض نصيحة راح نحكي أمراض كتير لقدام، يعني لخصوم هدول الأمراض بنسميه ديسكاينيزيا أو أي كاينيزيا، which means abnormality in starting movement، abnormality in the initiation of movement، بنسميه ديسكاينيزيا أو أي كاينيزيا. يعني بصير لازم بصير استيعابه بطيء، يعني بصير لما ياخذ وقت عبين ما يقرر انه والله بدي امشي او بدي احرك ايدي عشان امسك الكاسة هاي مثلا، او الانيشيشن بشكل عام بصير ابطا not normal. جزء التايمينج اند سكيلينج اللي حكينا عنه هون انه يعني بحكي لك how far you go and these are under the control of scaling means how far you go. وبرضو هذا الاشي بنتحكم فيه من البيزل جانجليا. تايمينج انه والله متى بالضبط احرك ايدي عشان اقدر امسك الكاس هاي، والله متى لازم اسف انه ما تايمينج، جزء التايمينج. جزء السكيلينج انه نحكي عن يعني لازم مثلا ارمي والله بالقوة هاي او قوة اضعف، او هاي معنى سكيلينج انه بنحكي عن كمية الطاقة اللي لازم تنحط عشان تنعمل الموتور فانكشن معين. اذا حكينا initiation of movement نتحكم في التايمينج تبع الموتور فانكشن متى بالضبط لازم اعمله، السكيلينج كم حجم الموتور فانكشن هذا اللي لازم ينعمل، كل هذا البيزن جانجليا بتتحكم فيه. هنا في الباثويز تبعت البيزن جانجليا اللي حكينا عنهم، circuits. These two pictures show the circuits we talked about. Each picture shows several circuits and ماشي تمام. كتير مهمين circuits هذول نكون عارفينهم. We can say that there are two pathways, direct and indirect. كتير مهمين الباثويز هذول، الدايركت والاندايركت باثويز، يعني تقريبا اغلب الاسئله بتيجي عليهم starting with the direct pathway، هم والامراض يعني كتير كتير اهم اشي بالشيت، يعني كل الحكي اللي قبل نقدر نحكي هيك كان بس عشان نوصل للجزئات. طيب important note، the globus pallidus has a very high rate of intrinsic activity without any stimulation. يعني الglobus pallidus بالاترست بالوضع الطبيعي بدون ما يكون في اي stimulus يحفزها او يشغلها يكون فيها intrinsic activity، يعني بالوضع الطبيعي هي شغالة، لما يجي الستيمولس بزيد الشغل تبعها بزيد الفايرنج فيها، بس هي بالوضع الطبيعي مش زيرو فايرنج، لا بكون فيها بكون شغال، يعني فيها انترنسك اكتيفيتي. حكينا الجلوبوس باليدس سينس تو ذا ثالاموس اند ذا نيورو ترانسميتر ان ذا ثالاموس از جابا،
جابا انهبيتوري. تمام، يعني مش حكينا الكورتكس بتودي فايبرز للكوديت وبيوتامين، بعدين من البيوتامين والكوديت بنروح لوين؟ للجلوبس باليدس، بعدين للثلمس، بعدين بنرجع للكورتكس. هسه هون بنحكي عن جزء الوصلة اللي جاي بين الجلوبس باليدس والثلمس. بحكي لنا النيورو ترانسميترز الموجودة في الثلمس هي جابا، تمام، انهبيتوري. So always the globus pallidus normally inhibits the thalamus. هاي معناها انه الجلوبس باليدس بتحفز الثلمس، تمام، والثلمس اذا تحفزت لانه النيورو ترانسميتر الموجود فيها هو الجابا، والجابا انهبيتوري، فراح يصير في انهبيشن لمين؟ للكورتكس. هيو، so always بالوضع الطبيعي، مش حكينا جلوبس باليدس بالوضع الطبيعي normally بكون فيها rate of intrinsic activity، معناها الجلوبس باليدس بتحفز الثلمس، تمام، بعدين الثلمس لانه النيورو ترانسميتر الموجود فيها هو جابا بتعمل انهبيشن او بتعمل less excitation. less excitation معناها انهبيشن للكورتكس. يعني بالوضع الطبيعي هذا الباثوي بيؤدي بالنهاية انه يصير في انهبيشن للكورتكس او less excitation. and the corticospinal from the cortex to muscles is always checked by the basal ganglia. يعني طالما عملنا انهبيشن او لسه اكسايتيشن للكورتكس، الكورتيكو سباينال تراكت هذا بده يصير له انهبيشن برضه. يعني احنا بشكل عام بالباثوي هذا قاعدين بنعمل انهبيشن للبونفورد. البيزال جانجليا بحكي لنا هون سينس جابا تو ذا ثالاموس، اند ذا ثالاموس ويل سند لس اكسايتيشن تو ذا كورتيكو سباينال. تمام، نكمل. حكينا البيزال جانجليا بيبعتوا جابا للثلمس، تمام، الثلمس will send less excitation to the cortico spinal. تمام، تمام. هون صار في شوية خربطة من اللغة المكتوبة. حشيت انه نرجع نتفرج على الرسمة. هون الجلوبس باليدس هي اللي بتبعت جابا للثلمس، يعني مش الثلمس هي اللي بتبعت جابا للكورتكس وبتعملها انيبيشن. يعني بالوضع الطبيعي، تمام، الجلوبس باليدس هي اللي بتبعت جابا. الجابا حكينا دائما الجابا دائما انهبيتوري. الجلوبس باليدس بالوضع الطبيعي حكينا فيها انتريسك اكتيفيتي، بتبعت جابا لمين؟ للثلمس. الثلمس بالوضع الطبيعي، يعني لو ما في هذا الجزء، لو ما في جلوبس باليدس، الثلمس تبعت جلوتاميت. جلوتاميت بيعمل اكسايتيشن للكورتكس، بيعمل اكسايتيشن للكورتيكو سباينال تراكت وبزيد الحركه. فبالوضع الطبيعي عشان الجلوبس باليدس هي موجوده، هي اللي بتبعت جابا اللي هو انهبيتوري للثلمس. طالما عملنا انهبيشن للثلمس، تمام، راح تبعت لس اكسايتيشن للكورتكس، فراح الكورتيكو سباينال تراكت يصير له انهبيشن. وهي هي بحكي لنا الموست امبورتنت فانكشن اوف ذا بيزال جانجليا. هاي هون البيزال جانجليا سينس جابا، هي البيزال جانجليا نفسها تحديدا الجلوبس باليدس بتبعت، هي اللي بتبعت جابا للثلمس. تمام، اسف على الخطا اللي صار قبل شوي. البيزال جانجليا هي اللي بتبعت جابا للثلمس. من الثلمس طالما صار لها انهبيشن الثلمس عشان انبعت عليها الجابا، هاد بتبعت لس اكسايتيشن للكورتيكو سباينال تراكت اللي هو بيبدا من الكورتكس. تمام، the most important function of the basal ganglia is the inhibition of the muscle tone. muscle tone هو زي contraction صغير بيكون موجود في المسلز. تمام، هي minimal contraction that is found in the muscle. المسل تون هاد is always inhibited so the muscles remain normal. ليش always inhibited؟ لانه حكينا globus pallidus has very high rate of intrinsic activity without any stimulation. يعني دائما بالوضع الطبيعي البيزال جانجليا بتعمل انهبيشن لهذا المسل تون، بتقلل الكونتراكشن عن طريق انها من الجلوبس باليدس تبعت جابا للثلمس، بتعملها انهبيشن للثلمس. طالما الثلمس صار لها انهبيشن بتبعت لس اكسايتيشن للكورتكس. طالما بعت لس اكسايتيشن للكورتكس معناها المينيمال كونتراكشن هذا راح يقل، فراح يقل المسل تون، انهبيشن للمسل تون. So the muscles remain normal. And this is the difference between a sleeping person and a dead person. بحكينا اثنين unconscious بيكونوا، but the dead person has not muscle tone. ما بيكون عنده أي muscle tone. ما في muscle contraction at all.
بينما السليبي بيرسون البيزا جانجليا تبعته شغالة وبتقلل المسل تون بس ما بتعدمه على الآخر، يعني بضل في شوية تايني كونتراكشن بالمسلز بس انه بتقلله. يعني بالوضع الطبيعي هسه بنيجي نحكي، او مش وضع طبيعي، لما يصير في حالة مرضية هاي هون، او نيجي قبل هون، هاي من الجملة المهمة انه المسل تون results from the corticospinal، الكورتيكوسباينال تراكت اللي نازل من الكورتكس للعضلات هو اللي بيعمل المسل تون هذا اللي هو المينيمال كونتراكشن. فهذا التراكت بيكون تشيكت من البيزا جانجليا، انه هدول البيزا جانجليا بيأثروا فيه وبقللوا هذا المسل تون. هاي هون بحكي لنا if the basal ganglia was damaged بصير فيه rigidity، المسل تون بزيد وصيروا زي شادات العضلات هيك، بصيروا rigid. For example, when try to let a patient open his hand, he will not be able to do that. يعني البيزا جانجليا لما يخربوا ببطلوا يعملوا inhibition للكورتيكوسباينال تراكت هذا، فبتزيد المسل تون، بصير المسلز rigid. إذا هون صار في مرضين، أول واحد الديسكاينيزيا اللي هو بتخرب الانيشيشن اوف موفمنت، والثاني واحد الريجيديتي اللي هو من الامراض. حكينا بنعرف الوظائف تبعت البيزن جانجليا، ديسكاينيزيا نعرف منه انه والله لها وظيفه بالانيشيشن اوف موفمنت، والريجيديتي نعرف انه والله البيزن جانجليا لها دخل بالانهيبيشن للمسل تون، اذا خربوا بصير في ريجيديتي بيزيد المسل تون. بس بدنا نفرق بين الاشي اللي حكى هسه واشي انحكى في المحاضرات الماضيه، انه الريجيديتي بتصير في الفليكسورز ماسلز، يعني زي مثلا المسلز الموجودين في الهاند اللي بنكتب فيهم، بينما الريجيديتي اللي بتصير في الاكستنسورز او الانتي جرافيتي ماسلز ريليتد تو بونتاين تراكت اللي هو بنسميه دي سيليبريت ريجيديتي، اللي هو في تراكت بيكون بين السيريبرال كورتكس والميدلر ريتيكولار فورميشن. الميدلر ريتيكولار فورميشن هو بيكون عامل تشيك للبونتاين ريتيكولار فورميشن، تمام؟ فلما نقطع الوصل بين السيريبرال كورتكس والميدلري البونتاين بتزيد الاكتيفيتي فيه. كيف هون الجلوبس باليدس بتعمل انهيبيشن للثلمس، تمام؟ هون الميدلري هاي بتعمل انهيبيشن للبونتاين. اذا خربنا الوصل بين السيريبرال والميدلري ببطل في الميدلري هاي تعمل انهيبيشن للبونتاين، فهذا بتزيد الاكتيفيتي فيه وبصير بزيد المسل تون في الاكستنسورز. بينما المسل تون اللي بنحكي عنه والريجيديتي واللي له علاقه بالبيزن جانجليا في الفليكسورز. هيو there is a difference between the rigidity due to the basal ganglia and due to the reticular formation system. طيب هون بحكينا now if I want to move a certain move، تمام؟ the stimulus which is glutamate. الجلوتامate ممكن في المحاضرات اللي قبل نحكي عنه انه انهبيتور، بس هون بدنا نركز نفرق انه جاي، لا جاي وظيفته هون اكسيتاتوري، تمام؟ الجابا هو الانهبيتور. The stimulus which is glutamate excitatory will be sent from the cortex to the striatum. يعني اول اشي اللي هو الافرنت من الكورتكس للسترياتوم، الاسترياتم تبعت جابا انهبيتوري للجلوبس باليدس جزء الافرنت تبعها. يعني انا بدي اتحرك حركة معينة، بدي احرك ايدي او بدي اعمل اي حركة معينة، اي موتور فانكشن. اول اشي في ستيمولوس بيجي، تمام؟ اللي هو الفكرة اللي تولدت في بالي والله انه بدي اعمل حركة معينة، هاي بتنبعت جلوتاميت من الكورتكس للسترياتم، مش حكينا الكوربس سترياتم تجيها افرنت فايبرز من الكورتكس، بيجي جلوتاميت فبتتحفز الكوربس سترياتم بالجزئين تبعها الاثنين البيوتامين والكوديتوم. هسه الاسترياتم بتبعت جابا للجلوبس باليدس، الجابا دائما حكينا انهبيتوري. لما يصير في انهبيشن للجلوبس باليدس جلوبس باليدس راح تبعت لس جابا تو ذا ثالامس. حكينا بالوضع الطبيعي الجلوبس باليدس بتعمل انهبيشن للثالامس، فلما احنا اصلا نبعت لها جابا بنعملها انهبيشن، فراح تبعت لس انهبيشن للثالامس، لس جابا للثالامس، واللس انهبيشن يعني اكتيفيشن، فراح تبعت مور اكسايتيشن للكورتيكو سباينال تراكت اند اكتيفيتي ويل انكريز، وبنعمل الحركه اللي بدنا اياها، تمام؟ نعيد من اول، بدنا نتحرك حركه معينه، نعمل اي موتور فانكشن معين. الكورتكس بتبعت جلوتاميت تبعت اكسايتيشن
للسترياتم. السترياتم لما بصير لها اكسايتيشن تبعت جابا للجلوبس باليتس، تمام؟ لما الجلوبس باليتس يوصلها جابا بتصير لها انهبيشن، لما يصير لها انهبيشن تبعت لس انهبيشن لس جابا للثلمس، الثلمس لما يوصلها لس جابا بصير فيها اكسايتيشن فبتبعت مور جلوتاميت للكورتكس، فالكورتكس باين اتراكت بصير له اكتيفيشن وبنعمل الحركه اللي بدنا اياها. لكن هون there is also a relationship between the globus pallidus، كثير مهم كثير مهم كثير مهم الفقرة هاي، تمام؟ there is also a relationship between the globus pallidus and the substantia nigra. حكينا عن هالجزء هذا انه globus pallidus is inhibited by substantia nigra and the inhibitor is dopamine. This is called the direct pathway inhibition of globus pallidus. ثواني. تمام، هون في شوية عجقة من البشيت لأنه الدايركت والإندايركت باثوي كثير كثير مهمين، فضروري نكون مستوعبينهم كثير منيح. هسا الدايركت باثوي بشكل عام الهدف تبعه أنه يساعد على الموفينج، تمام؟ يعني بدنا الموتور أكتيفيتي بتزيد، يعني بدنا نفعل الكورتكس. ففي الدايركت باثوي هدفنا أنه نعمل إنهيبيشن للجلوبوس باليدس عشان نسمح الثلمس تبعت اكسايتيشن اكثر للكورتكس ونزيد الموتور اكتيفيتي. فاي يعني دايركت باثوي يا انه بنمشي، سجلوا معي انه يا بنمشي من الكورتكس بتبعت جلوتاميت للكوربس ترياتم، الترياتم بتبعت جابا للجلوبس باليدس بتعملها انهيبيشن، فجلوبس باليدس بتبعت لس جابا للثلمس، الثلمس تبعت مور اكسايتيشن يعني مور جلوتاميت للكورتكس فبنزيد الموتور اكتيفيتي. هذا الدايركت باثوي. او انه طريق ثانيه انه السبستانشيا نيجرا بتعمل انهيبيشن للجلوبوس باليدس، يعني بدل ما نمشي من كورتكس للاسترياتم بعدين من الاسترياتم نعمل انهيبيشن للجلوبوس باليدس، في طريق ثانيه انه السبستانشيا نيجرا هي هون بحكي لنا بتصير لها انه تعمل انهيبيشن هي للجلوبوس باليدس عن طريق انه تطلع دوبامين وتعمل له انهيبيشن للجلوبوس باليدس، تمام؟ فلما نصير في يعني على الجهتين سواء مشينا من الكورتكس ترياتم جلوبوس باليدس او مشينا سبستانشيا نيجرا جلوبوس باليدس احنا هدفنا بالاخر انه نعمل انهيبيشن للجلوبوس باليدس، بس الطريق تبع الكورتكس بكون النيورو ترانسميتر هو الجابا اللي عمل انهيبيشن جلوبوس باليدس، او وبالحاله السبستانشيا نيجرا بكون النيورو ترانسميتر هو الدوبامين. بس المهم الدايركت باثوي بالاخر محصلته انه يصير في انهيبيشن جلوبوس باليدس عشان تبعت لس جابا للثلمس، والثلمس تبعت مور جلوتاميت للكورتكس وتزيد الموتور اكتيفيتي. هسه بخصوص الاندايركت باثوي مكتوب عنه جمله واحده هون بس هو كثير كثير مهم. يعني الاندايركت باثوي هدفه انه يعمل انهيبيشن للمسل تون، تمام؟ انهيبيشن للمسل تون يعني عكس وظيفة او هدف الدايركت باثوي. الاندايركت باثوي اول طريق لإله انه نمشي من الكورتكس، طيب شوي غريب هو، نمشي من الكورتكس نبعت جلوتاميت للكوربس ترياتم، لحد الان نفس الدايركت باثوي، الكوربس ترياتم بتبعت جابا للجلوبس باليدس برضو نفس الدايركت باثوي، بس الفكرة انه الجلوبس باليدس مش هي بالاصل بتبعت جابا للثلمس، وهي بتكون تبعت برضو جابا للسبثلاميك نيوكليس، فلما يوصلها جابا من الاسترياتم بصير لها انهبيشن فبتبعت لس جابا للسبثلاميك نيوكليس، ولما يصير في لس جابا للسبثلاميك نيوكليس السبثلاميك نيوكليس بتتفعل فبتبعت في مور جلوتاميت ترجعهم للجلوبوس باليدس، فالجلوبوس باليدس بصير لها اكتيفيشن. شوف الفرق كيف، انه الاسترياتم عملت انهيبيشن للجلوبوس باليدس بس لانه في وصل بين الجلوبوس باليدس والسبثلاميك نيوكليس صار المحصله انه الجلوبوس باليدس صار لها اكتيفيشن، فلما صار لها اكتيفيشن جلوبوس باليدس بعتت مور جابا للثلمس، الثلمس بعتت لس جلوتاميت للكورتكس يعني لس اكتيفيشن فصار في انهيبيشن للمسل تون من اول، كورتكس بتبعت جلوتاميت دائما يعني اكتيفيشن، هون جاي جلوتاميت للاسترياتم، استرياتم بتفعل بيبعت جابا للجلوبوس باليدس، الجلوبوس باليدس تروح تبعت لس جابا صلها انهبيشن هون وصلها جابا فبتبعت لس جابا للسبثلاميك نيوكليس، لما ان لس جابا يعني اكتيفيشن دائما،
فالسبثاليم نيوكليوس بصير لها اكتيفيشن، تبعت مور جلوتاميت يعني مور اكتيفيشن للجلوبوس باليدس. اذا المحصلة النهائية انه الجلوبوس باليدس صار لها اكتيفيشن، فلما يصير لها اكتيفيشن بتبعت مور جابه للثلمس، بصير لها انهبيشن للثلمس، فبتبعت لس جلوتاميت يعني لس اكسايتيشن للكورتكس، فبصير في انهبيشن للمسلتون. او في طريق ثانية صغيرة انه السبستانشيا ناجرا بدل ما الكورتكس تبعت جلوتاميت للسترياتم، السبستانشيا ناجرا تبعت دوبامين للسترياتم، بس في حالي هاي بتعمل اكتيفيشن، الدوبامين هون شغال اكتيفيشن تمام للسترياتم، يعني الاندايركت باث واي يا كورتكس تبعت جلوتاميت للسترياتم بصير لها اكتيفيشن وبنكمل جلوبس باليدس سبثلاميك جلوبس باليدس ثلمس كورتكس، او انه السبستانشيا ناجرا تبعت دوبامين اكتيفيشن هون بيعمل للسترياتم، يعني على الجهتين سواء من الكورتكس بدينا او من السبستانشيا ناجرا على الجهتين بدنا نعمل اكتيفيشن للسترياتم. بعدين من السترياتم قابل الجلوبس باليدس، لس قابل السبثلاميك، مور جلوتاميت من السبثلاميك للجلوبس باليدس مره ثانيه، بصير لها مور جابا، بعدين من الجلوبس باليدس للثلمس، من الثلمس لس جلوتاميت للكورتكس، بصير في انهبيشن للمسلتون. لخصوهم ضروري الدايركت والاندايركت باث واي. الدايركت هدفه يزيد الحركة، الاندايركت هدفه انه يعمل انهبيشن للمسلتون. So if there is a stimulation from the cortex, الاسترياتم will send جابا to globus باليدس تمام، الجلوبس باليدس بصير لها انهبيشن، بتبعت لس جابا، هون بنحكي عن الاندايركت باثوي، من الكورتكس نبعت جلوتاميت تمام، نبعت جلوتاميت للكوربس تريتم، الكوربس تريتم بتبعت جابا للجلوبس باليدس، الجلوبس باليدس لما ينبعت عليها جابا بتبعت لس جابا للسبثلاميك، السبثلاميك لما يوصلها لس جابا بصير لها اكتيفيشن، فبتبعت هذا بدل جابا حطوا جلوتاميت، هون هاي غلط، فبتبعت السبثلاميك نيوكليوس جلوتاميت للجلوبس باليدس فبصير لها اكتيفيشن. هايو الجلوبس باليدس هايو will be stimulated، لما يصير فيها stimulation تبعت مور جابا للثلمس بصير لها inhibition، فالثلمس تبعت less جلوتاميت للكورتكس فبصير في inhibition للمسلتون. بحكي لنا there is a balance between the direct and the indirect pathways، يعني ما في واحد بيشتغل أكثر من الثاني، يعني راح يختل الجسم تمام. Look at other things substantia nigra، ضروري برضو نفهم وظيفة ال substantia nigra ونركز متى بيكون الدوبامين inhibition ومرة متى بعمل activation. substantia nigra لما تبعت دوبامين للسترياتم بالindirect بتعملها activation، بينما لما تبعت دوبامين للجلوبس باليدس مباشرة بتعملها inhibition في الدايركت pathway تمام. دوبامين is inhibitory، it inhibits the indirect pathway. غلط هاي الجملة، هون هاي هدول الفقرتين فيهم كثير كثير عجقة، يعني بفضل لو اللي ما ركز بالجزء اللي حكيته من شوي اللي هو تلخيص الدايركت والاندايركت pathway يرجع بالفيديو شوي ويفهم، يعني يتبع على حكي مع الصور، هون ببين يعني متى الدوبامين انهبيتوري مرة متى بعمل اكسايتيشن. يعني انسوكم من الفقرتين هدول كثير فيهم اخطاء وكثير، يعني لو حاولت تقراهم راح يصير في عجقة تمام. فانه لخصنا الدايركت والاندايركت باثوي من شوي بيغنوا عن الفقرتين هدول، انه متى الدوبامين انهبيشن بيعمل، متى بيكون بيعمل اكتيفيشن، شو هدف الاندايركت، شو هدف الدايركت، شو الباثوي تبع كل واحد فيهم. The substantia nigra works to inhibit the activity to the cortex. It inhibits the tone. هون بنحكي عن جزء ال indirect pathway. substantia nigra بتبعت دوبامين activation بعمل الستريتم، وبنكمل في باقي ال indirect pathway. بتكون المحصلة النهائية إنه والله صار في inhibition للmuscle tone. دائما بنسمع عن الباركنسونز ديزيز، وهو الباركنسونز ديزيز هذا مرتبط بالسبستانشيا نيجرا تمام. بصير في ديجنريشن للدوبامينيرجيك نيورونز، الفايبرز او النيورونز اللي بتفرز دوبامين تمام، بتفرز دوبامين من السبستانشيا نيجرا تمام، بصير لهم ديجنريشن تمام،
the neurons that secrete dopamine die. And if these neurons are lost, then the globus pallidus is less inhibited by dopamine. تمام؟ مش حكينا في ال indirect pathway. ال أو لا هنا بنحكي عن ال direct pathway. تمام؟ طيب لا لا بنحكي آخر جواب خلص آخر قرار بنحكي عن ال indirect pathway. Parkinson's disease له علاقة بالمسل تون. تمام؟ الفكرة انه في الباركنسون ديزيز بصير في ديجنريشن للدوبامينرجيك فايبرز اللي ملخص اللي لخص الاندايركت باث واي. هسه ارجعوا للترخيص تبعكم عشان نفهم شو اللي بده يصير بالضبط في السبستانشا نيجرا. مش حكينا في الاندايركت باث واي بتبعت دوبامين للاسترياتم بتعمل لها اكتيفيشن، بعدين الاسترياتم بتبعت جابا للجلوبوس باليدس، بعدين جلوبوس باليدس سبثلاميك بنرجع جلوبوس باليدس ونكمل. لما يخرب الدوبامينرجيك فايبرز هدول الجلوبس بلد الاسترياتم ما راح تتفعل. تمام؟ فالجلوبس بلدس بصير فيها لس انهيبيشن. تمام؟ لان الاسترياتم ما بعد ما عملت لها انهيبيشن، الجلوبس بلدس بتصير فيها لس انهيبيتد باي ذا دوبامين. تمام؟ فالجلوبس بلدس راح تبعت مور جابا للسبثلاميك نيوكليس. لما تبعت مور جابا للسبثلاميك نيوكليس راح تبعت جلوتاميت السبثلاميك نيوكليس، راح تبعت جلوتاميت اقل من الجلوبوس باليدس، فراح تضل شو راح تضل انهبت تضل انهبتد هاي السبثلاميك نيوكليس. تمام؟ يعني راح يخرب الاندايركت باثوي. So if the dopaminergic neurons are lost the Parkinson's people will have rigidity. ليش؟ لانه ما لانه خرب الاندايركت باثوي، والاندايركت باثوي هدفه يعمل انهبيشن للمسل تون. تمام؟ فلما يخرب الدوبامينرجيك فايبرز تبعون السبستانشيا نيجرا راح تبطل تبعت دوبامين للاسترياتم، راح تبطل تتفعل الاسترياتم، راح تبطل تبعت جابا الاسترياتم للجلوبوس باليدس، الجلوبوس باليدس راح تبعت مور جابا للسبثلاميك نيوكليس. يعني طالما بنبعت مور جابا للسبثلاميك نيوكليس راح ينبعت لس جلوتاميت للجلوبوس باليدس. تمام؟ فيعني راح يخرب كل الاندايركت باثوي، وراح هدف الاندايركت باثوي حكينا انهبيشن للمسل تون، فراح يصير في انكريز في المسل تون فبصير في ريجيديتي. تمام؟ As we said before the function of the basal ganglia is the muscle tone inhibition عن طريق الاندايركت باثوي. The symptoms that we can notice from this circuit حكينا هذول الامراض dyskinesia و akinesia، هذول لما يخربوا البيزال جانجليا لانهم لهم علاقة بالانيشيشن اوف موفمنت، cell movements are slow، البيرسون الشخص بصير بده يفكر بالحركة اللي بده يعملها كثير قبل ما يفكر كثير كثير قبل بالحركة قبل ما يعملها، يعني بصير في بطيء استيعابه. تمام؟ ثاني مرض حكينا عن باركنسونز بيبل، باركنسونز بيبل هذول don't have facial expressions. If you tell a joke هون بحكي لك they will not laugh immediately، لانه حكينا بصير في rigidity عندهم في المسلز. تمام؟ rigidity. They are not responsive and if the corticospinal was overstimulated they will have tremor at rest. يعني بصير في شغلتين، مش حكينا ما صار ما بيكون في عندهم inhibition للمسل تون فبيزيد المسل تون وبيعمل rigidity، وكمان الاوفر ستيميوليشن ما هو شو يعني ما في inhibition للمسل تون، يعني الكورتيكوسباينال تراكت صار له اوفر ستيميوليشن. فالاوفر ستيميوليشن للكورتيكو سباينال تراكت بيعمل اول اشي انه انكريس في المسل تون، بصير في ريجيديتي وبصير في تريمور ات ريست. تريمور ات ريست but if they want to move tremor disappears because the muscle tone increases. يعني نركز على تريمور ات ريست، الكورتيكو سباينال لما يصير في اوفر ستيميوليشن بصير في تريمور ات ريست وبصير في انكريس في المسل تون. تمام؟ بصير في ريجيديتي. يعني الباركنسونز ديزيز باركنسونز بيبل هذول عندهم تريمور اتريست، رج في الاتريست بدون ما يكونوا بيحركوا شيء. تمام؟ يكون في عندهم ريجيديتي. The cerebellum receives from the muscles feedback called spinocerebellar. cerebellum حكينا عنه في محاضرته انه توصلوا افرنت نيورونز من المسلز عن طريق باثوي اسمه سباينو سيربيلر، من اسمه سباينو يعني من المسلز للسيربيلر، بوصلوا له فيدباك من المسلز. تمام؟
وبوصلوا من الكورتكس وبيبعتوا للثلمس، وإله إله باثويز معين، إله سيركتس معينة ذكرت في محاضرة السيربيلم. تمام، حكينا البيزا جانجليا بيجيها من الكورتكس من البيوتامي، هون بنعيد قاعدين بالأفرنس والإفرنس نذكروا قبل برضو. الفكرة هون بيحكي لك no feedback is sent to the basal ganglia، يعني البيزن جانجليا بتختلف عن السيربيلم انه ما في افرنس جايتها من المسلز، يعني السيربيلم في فايبرز مباشرة جايتها من المسلز تحت عن طريق سباينو سيربيلر تراكت، يعني بكون عارف عن وضعية المسلز، شو نسبة الكونتراكشن، شو نسبة الريلاكسيشن اللي فيهم، مين المسلز سايلها كونتراكشن، مين المسلز سايلها ريلاكسيشن، هذا في السيربيلم. بينما البيزن جانجليا الافرنس اللي جايتها كلها من فوق، من الهاير سنترز، من الكورتكس، من النيوكليوس اللي حواليها، اما ما في فيدباك جايتها من المسلز زي السيربل. تمام، هون راح نبلش نحكي عن في اخر صفحتين عن الامراض، امراض بسبب يعني امراض تصيب البيزل جانجليا، ليجنز او هيموريج او كات مثلا في منطقة معينة في البيزل جانجليا منتج عنها مجموعة امراض، هذولا يعني كثير مهم نحفظهم. واهم واحد هو الباركنسونز، الباركنسونز ديزيز هذا اهم واحد، اللي هو ريجيديتي، اعراض ريجيديتي، ريستنج تريمور، وبكون في برضه هذول الناس عندهم اي كاينيزيا برضه صعب عليهم يبدو الحركه لانه اصلا المسل تبعتهم تكون ريجيد. تمام، في مرض ثاني بسبب ليجن في الجلوبس باليدس، يعني هذول حفظ ما في شيء نفهم فيهم. الجلوبس باليدس تمام لما تخرب بصير في مرض بنتج عنا حاله مرضيه اسمها الاثيتوسيس، بصير في هاي الأعراض تبعته هذا المرض اللي هو spontaneous writhing movements of the hand, arm, neck, face إلى آخره. spontaneous writhing movements تمام لما تخرب البيوتامين بنتج عنا المرض هذا. تمام involuntary flicking movements of the hands, face, shoulders، مرض الكوريا هذا لما تخرب البيوتامين. نحفظ كل مرض ايش الجزء من البيزا جانجليا اللي خرب وايش الاعراض تبعته، بس زي ما حكينا نركز على الجزء السبستانشيا ناجرا، انه لما تخرب الدوبامينرجيك فايبرز اللي فيهم بنتج عنا الباركنسونز ديزيز. هاي اعراض ريجيديتي، ريستنج تريمور، اي كاينيزيا. هون بفصل الدكتور كل مرض فيهم. if the globus pallidus was destroyed there will be what is called athetosis spontaneous writhing movements. تمام، people with this disease can't move their hands. writhing يعني بكونوا يتلووا او snake moves. تمام، والsymptoms contralateral in the basal ganglia. السيربيلم نفرق، السيربيلم لما يصير فيه مشاكل فيه الاعراض اللي بتنتج بتكون ipsilateral، بينما في البيزن جانجليا عشان في كروسنج بكون صاير للفايبرز الاعراض بتكون contralateral. تمام، يعني خرب على اليمين الأعراض تطلع على الشمال، خرب الجزء الشمال من البيزا جانجليا الأعراض تطلع على الجزء اليمين من الجسم، فنعرف إنه البيزا جانجليا الأعراض تبعتها كونترالاترال. هاي مهمة برضه نفرقها عن الإبسيلاترال في السيريبيلم، ممكن نجيب سؤال مس ماتش عليها. إذا الأثيتوسيس لما تخرب الجلوبس باليدس سنيك موفز أو ريثينج موفمنتس، الكوريا هذا rapid involuntary movement of the distal muscles، distal muscles هم الفليكسورز اللي بيكونوا في الهاند مثلا، اللي هو اللي حكينا لما تخرب البيوتامين. sometimes it occurs لانه حكينا البيوتامين بتجيها فايبرز حكينا من البرايمري موتور ايريز او البري موتور ايريز، يعني لها علاقة بالموتور فانكشنز اللي بتكون مع او دقيقة اللي هي بتحكى فيها الديستال ماسلز. فلما تخرب البيوتامين بنتج هذا المرض، بصير في رابيد انفولنتري موفمنت في هذول الماسلز. كنا sometimes it occurs in people اللي عندهم الفيفر، عندهم حمى. تمام، in the past there were not well known antibiotics، they have tonsils and sometimes الفيفر بصير في من الحرارة العالية، يعني بتأثر على البيزن جانجليا وبصير في هذا المرض. تمام، يعني ما كانوا يعرفوا انه والله الحمى هاي بتأثر على البيزن جانجليا وبتنتج عنها بتسبب هذا المرض. there is also an autosomal dominant disease called Huntington chorea.
هذا causes abnormality in the basal ganglia differs from the degeneration of the basal ganglia or the presence of tumor. رح نيجي رح نيجي نرجع لتحت هذا المرض هي تحت انسوا الجملة هاي تمام. In the substantia nigra we have Parkinson's disease due to the degeneration of the dopaminergic neurons. كثير كثير مهم جزء يعني ممكن تقعدوا تحفظوا طبسم هدول ما بحكي لكم ما تحفظوهم بس يعني طبسم في هدول بالاخر راح تيجي لك تبعت السبستانشيا نايجرا والباركنسون ديزيز دائما اربطوا السبستانشيا نايجرا باركنسون ديزيز ديجنريشن اوف دوبامينرجيك نيورونز يعني هدول الثلاث كلمات برضو كثير مهمة. السيبتومز عند هدول الناس ريجيديتي حكينا ريست اوف ريست ات تريمر ات ريست اسف وايكاينيزيا تمام. في جزء ثاني برضه نفرق بين البيزال جانجليا والسيربيلا منه انه الريستنج تريمور مرتبط بمرض في البيزال جانجليا بينما الاكشن تريمور مرتبط بمرض بالسيربيلا برضه هذا موضع سؤال. الريستنج تريمور باركنسون ديزيز اللي دخل بالبيزال جانجليا السبستانشيا ناجرا تحديدا بينما الاكشن تريمور اللي دخل بالسيربيلا يعني هذول الناس لما يجوا يعملوا الحركه بصير ايدهم ترج مش هم اترست. نكمل في الامراض السبثلمس لما تخرب بصير في مرض اسمه هيميباليزمس sudden flailing movements of the entire limb كل الايد مثلا بتصير تتحرك تمام. السبثلمك نيوكليس بحكينا في السبثلمك نيوكليس the representation in it is gross and if it was destroyed there will be left hemiballismus بصير في كأنه الشخص يعني كأنه كل الإيد مثلا بتصير تتحرك كل الرجل بعيد عنكم بتصير تتحرك كأنه البيرسون بكون عم دانسينج يعني تمام. even when lying in bed arms and legs will be moving تمام. هذا في حالة انه تأثر جزء السبثلاميك نيوكلياس من البيزيك انجلي. الفكرة انه لو صار ما عندنا left hemiballismus تمام both sides will be affected يعني اليمين والشمال تمام. في المحاضرة الجاية ان شاء الله راح نكمل في اعلى جزء في الموتور سيستم اللي هو السيريبرال كورتكس. ان شاء الله تكون محاضرة اليوم خفيفة عليكم وادرسوا منيح يعطيكم العافية.